السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. في الفيديو ده احنا هنشوف عمالقة الجيرمان شيبرد بعت لنا جراوي وكلاب، تعالوا نبص عليهم. في البداية الفيديو ده هيكون مفيد جدا لسببين. اول حاجة، انت هتتفرج على الناس دي انتاجهم عامل ازاي. تاني حاجة، هديك سر تبقى زيهم. الاول صلي على النبي، يلا بينا نبدأ ونشوف ايه اللي معنا. دي اول حاجة جراوي عيتبعها. الراجل ده هو لما يعني بيتواصل معي من خلال التليفون بيقول لي احمد انا بعتلك على الواتساب، تبقى خش شوف الحاجة اللي انا بعتها لك، او مثلا في صور عندي على الجروب خش خدها واعمل لهم اعلان عندك عندي جراوي كويسة. بس اول مرة يقول لي، يعني سألني سؤال غريب كده، قال لي تعرف اللوز؟ سكتت كده، قلت له اه. قال لي لوز المقشر بقى، انا بعت لك لوز مقشر. الراجل ده ما بيشكرش في شغله، يعني دايما يقول لي يا احمد علي في جراوي خد اعرضها، بس اول مره يشكر في شغله. فطالما شكر في حاجه تعرف ان الحاجه دي جامده. بس فدي الجراوي، دي المستوى بتاعها زي ما انت شايف. والاب بوم وطخ مش صلاة على النبي. سعر متاح معايا من خلال التليفون، المكان السيدة زينب في القاهرة، متاح الشحن لأي حتة في الكوكب. طالما انت على كوكب الأرض إذا فمتاح الشحن ليك لأي مكان في العالم. نيجي بقى لابن عم عيد بحة وهو ميدو. ميدو بص، ايه ده؟ ايه الجراوي دي؟ ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك. بالصلاة على النبي، حاجة فعلا لوز مهشر، فعلا حاجة محترمة قوي، مستوى ممتاز. وشوش بشعر بمستوى الأب، حاجة بالصلاة على النبي، يعني حاجة تشتريها وانت حاجات اللي بيدفع فيها ألفات وانت عندك سلام داخلي ان الحاجة دي تستاهل. حاجة بالصلاة على النبي. برضو رقم متاح عندك للي حابب يتواصل ويعرف السعر كام. وبالنسبة للأسعار من خلال التليفون، علشان الحاجات دي لو أسعارها نزلت، الناس اللي مش بتفهم في الغاية كويس أو مش عارفة المستوى ده إيه هتبتدي تقلس، وهتبتدي تقول ليه يا عم ومش عارف إيه، والحاجات اللي إحنا إيه بنسمعها وبنعاني منها طبعا. وأنا جربت ده تجربة شخصية يعني. فالأسعار غير مبالغ فيها على فكرة، الأسعار دي اسأل أي غاوي يعني، وخد صور الحاجات دي الأول، اتصل واعرف السعر، بعد كده خد صور الحاجات دي ووريها لحد عنده نفس المستوى، يعني حد عنده نفس المستوى. ممكن غاوي يعني بيربي بقاله 100 سنة بس عمره ما مسك مستوى زي ده، لا روح لحد عنده نفس المستوى وقول له هل الجرو ده بالاهالي دي يستاهل المبلغ ده ولا لا. برضو انا بقول لك علشان تبقى فاهم. وبرضو لما تروح تشوف الجرو اتأكد ان صحته كويسة، اعمل كل احتياطاتك يا سيدي. الحاجة ثقة، بس انت برضو لازم تتحقق ولازم تاخد احترازاتك زي ما انت حابب، مفيش ادنى مشكلة. بص على الحاجة واسأل برا الحاجة دي سعرها كام وهل ده مناسب ولا لا، برضه عشان تبقى شاري وانت هنا مطمن. دلوقتي بقى معادنا مع ازاي ابقى عملاق زي الناس دي. هما مفتاحين بس اللي حديهم لك يلخصوا لك الكلام. اول مفتاح، لازم تشتري دكر او نتاية، بلاش دكر، اشتري دكر لو انت حابب تريح دماغك. هو هجوزه واخد منه جروين خلاص، ومش هجوزه اي نتاية ومش اي جراوي هقعدها منه، دي حاجة. بس دكر هيبقى بعامل مثلا 12-15، هيبقى دكر حاجة عرفت تجيبه باقل بس مستوى كويس، دي حاجة ترجع لك. المفتاح التاني، يبقى عندك نتايات بتفرخ منها. يعني في ناس ما تربيش الا نتاية، هو ايده حلوة في الفرخ. في على فكرة دي ملكة او رزق كده بيبقى ربنا زرعه فيك، ان انت بتعرف تفرخ، ان انت تقعد تحضن مع النتاية وتتابع معاها وتشتغل معاها، دي ملكة. في ناس ما عندهاش طقطان، في ناس عندها طقطان وبتقعد بس ما بيعرفوش يمسكوا جارو، فهي بتبقى ارزاق من ربنا سبحانه وتعالى.
فالحاجة المفتاح التاني ان انت يبقى عندك نتاية برضه، مستوى تكون اشتغلت قبل كده، او تكون انت لسه شباب كده عندها 7 8 شهور تحيد عندك تشغلها انت اول شغلك، وتقعد معاها تطلع منها مستويات كويسة، وتكون بتجوزها مش لأي دكر، لازم دكر يكون اللي هو زي المفتاح الاولاني اللي هو دكر تقيل قوي. ادي معاك سكتين مفتاحين، عايز تفتح باب ان انت تكون عملاق في الجيرمان شيبرد، عندك المفتاحين دول، يا تفتح ده يا تفتح ده، شوف انت افضل ليك ايه. عايز تمسك الاتنين تجيب دكرة وانتقات كويسة، دكر مثلا على انتايتين تقال، وتبتدي انت تشتغل معاهم وتتعب معاهم شوية. على فكرة الموضوع مش سهل، يعني الناس التقايل اللي انت شايفهم دول بيروح منهم جراوي في السكة، في جراوي ما بتطلعش، في مش عارف ايه، بيواجهوا مشاكل. الخبرة برضو مع الدكتور مع كل ده بيجمعوه، بيطلعوا في الاخر اللي انت شايفه دلوقتي. الحاجات دي ما طلعتش بالسهل، مش من اول مرة هوب طخ يلا طلع جراوي، لا، قابل مشاكل، والمشاكل دي اديته خبرة في الموضوع، وابتدى يوصل للموضوع اللي هو يبقى ليه اسم في الجيرمان. الجرو ابو 1000 او ابو 1500 عمره ما هيعمل لك اسم في الجيرمان، خلي بالك. حتى عيد بحق قبل كده كان بيكلمني يقول لي الزبون بتاع الجرو ابو 1000 او ابو 1500 متعب مرهق، انما الزبون اللي هو بتاع الجرو اللي بيبدأ الستارت بتاعه 5000 جنيه مثلا، جرو طبعا بيستاهل السعر ده، زبون هو عارف هو بياخد ايه، وما بيتكلمش كتير، وحتى مستواه الفكري راقي، يعني هو راجل فاهم كويس هو بياخد ايه. الحاجات الحلوة اللي بياخدها الناس اللي هنا حلو برضه، يعني ده مش معناه ان انا بقلل من شأن الناس. انا عندي جارو ما يساويش 500 جنيه خوفه، يعني انا بربي ده غية، بس في ناس يعني هو حابب يبقى عنده حاجة تقيلة، حاجة جامدة، كلب يصيطك، كلب تقيل قوي، كلب جوازاته بتجيله وانت ماشي، كلب محترم انتاجه بيتباع، تشوف الكلب تشتري انتاجه وش من غير ما تبص على الجارو. المهم المفتاحين دول وفرهم لنا حد برضو من عمالقة الجيرمان شيبرد، بندق. تعال نشوف بندق والمفاتيح اللي معاه والدنيا ماشية ازاي. ادي اول مفتاح اهو، ده دكر متاح للزواج وانتاجه هيبقى متاح قريب. بص الكلب طبعا اللي بيصور ايده وبتترعش مش عارف ليه، بس هو ده تقريبا الكلب وهو بره في المزرعة بتاعته قبل ما ينزله هنا مصر تقريبا، والله اعلم. يعني دي جوازة ليه، حاجة كده يعني من غير كلام، يعني حاجة ما فيهاش كلام، هو متاح للجواز فقط، تقدر تتواصل معاه، هو مكانه جسر السويس في القاهرة، تقدر تتواصل معاه تحجز لك جوازة، تشوف اللي انت عايزه، وعايز حاجة من انتاجه تحجزها زي ما انت عايز، كل ده متاح من خلال الرقم بتاعه. طيب الناس اللي معهاش المفتاح التاني اللي هو النتايات، برضو بندق بيتيح المفتاح التاني اللي هو النتايات. دي صوفيا عندها 2.5 سنين خلفت قبل كده، شاطرة في التحضين، المستوى زي ما انت شايف، الالوانات كله واضح من غير كلام كتير. هي بتحضر حاليا لحيد للي حابب ياخد وينتج على طول او يشتغل على طول. برضو زي ما بقولك هو بندق ثقة، لكن انت من حقك ان انت عشان الحاجات دي مش هتدفع فيها فلوس قليلة، هتاخدها تعمل لها مسحة وتحليل وسونار زي ما انت عايز، وتشوف الحاجة دي سليمة فعلا، هل تصلح للإنتاج بعد كده ولا لا، ده حقك، الحاجة ثقة، بس برضو انت تحقق، دي مفيش مانع. دي بقى لارا عندها 1 سنة و7 شهور خلفت قبل كده، وهي شاطرة في التحضين، يعني هو بيقول لي هي أم شاطرة، برضو زي ما انت عايز، افحص وتحقق وده حقك. نتائج زي ما انت شايف مستوى كويس، روح بص عليها، خد معاك حد كويس بيفهم في الكلاب، دكتور مفيش مانع، خدها وديها عيادة برضو، هو الراجل مش هيمانع معاك في أي حاجة من دول، لأنه هو عارف حاجته ايه. برضو انت لازم تتحقق من حاجتك، لأن انت ايه واخد حاجة زي دي عشان ترزق فيها، فربنا يوسع عليك. دي بقى لوجي 1 سنة و2 شهر،
برضو اللي حابب ياخد حاجة لسه ايه اول خيرها عنده. شوف برضو الدنيا، تواصل مع الراجل، المفتاحين هم توفروا، المعلم بندق هو اللي وفرهم. شوفوا الدنيا، تواصلوا معاه للي حابب يمتلك اي مفتاح من الاتنين اللي يخليك عملاق في الجيرمان شيبرد. في نهاية الفيديو اتمنى يكون اللي انا بعمله او اللي انا بقدمه بيسليك او بيفيدك او بيخليك تبقى مبسوط على الاقل. لازم تصلي على النبي تاني، لو حابب تعمل لايك يبقى شرف لينا، لو حابب تعمل اشتراك تنورنا. صباحكم فل، والسلام عليكم.